شوفوا رسالة إلى التوارق الرقايب وبرانسيبالمون ناس الصحراء المناطق الحدودية. عندكم يكلخوكم، عندكم يكلخوكم وتخرجوا طريق، ولا تبان لكم كما بعض القبائل الحاليين تاع التوارق اللي متناسبة مع قبائل في شمال مالي، بانت لها بلي كاينه امكانيه غدوة يدومونديو من الامم المتحده يديجاجيو اون زون بين شمال المالي وجنوب الجزائر تكون منطقه حره لهم، وتعود عندنا قضيه كما قضيه الاكراد. هذه نصيحه من واحد على باله شي هي الجزائر، وعلى باله شكون انتوما وشكون هاد الناس. الناس اللي عندها الفكره هذه وقاعده تخمم فيها في راسها، وبيان سور من اطراف اللي تشير عليهم في رحله الشتاء والصيف برينسيبالمون انستالي او تشاد، نقول لهم كي تعود في هذه ننصحكم لوجه الله، الجزائر ما عندهاش مورال، قبيله كامله ياكلها الغبار، والله واحد ما يجيب لها خبر. شفتوا بكري ناس كانوا يجوزوا عليكم ويدخلوا لافريك، ويجوزوا عليكم كي يروحوا من لافريك، وعلى بالكم دو كوا يسون كابابل. اتونسيون 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 اتونسيون. حاجه اخرى، ثاني كلمه اخرى لواحد الناس ساكنين في الصحراء سبيسيال، عندكم يضربكم عرق الفهامه، لانه تاريخ تواجدكم في الاراضي الجزائريه ما فاتش عليه 200 سنه. بارك الله فيك. عندكم يضربكم عرق الفهامه، أم بي يخسروش عليكم مانبا كار يرجعكم للنيجر والمالي والبوركينا فاسو، أم كاين حوايج ماشي دي باريير، ماشي دي لين روج، ماشي كما قالوا إذا رأيت أنياب الليت بارزة فلا تظن أن الليت يبتسم. تفضل غيلاس كمل. علاش غيلاس تسيد دي سوجي اللي نخو نهرب فيهم من الضحك تاع اليوم؟ زعفتني خو ما نتفاهموش اليوم، سي لا بلاك، سي جحا الجرد والجحش. لا لا جستيمو، علاش؟ باسكو ندخلوا في لي سوجي وين مسيو رحماني انت عندك فيهم خبره. انا شحال من خبره جالسين قلت لهم بلي مسيو رحماني لازم نستغلوه في الدومين اللي عنده فيه خبره، واللي نقدروا اترافير تحليلات تاع مسيو رحماني نفهموا هذا النظام. بصح الناس الله غالب الناس تعرف غير تقول مسيو رحماني كان اكس دي ار اس. ايه اكس دي ار اس، علاش ما نشتغلوش يا ولدي اكس دي ار اس بالفم والملا؟ جو سوي فيير. شوفوا ماشي دي ار اس، ماشي دي قدك وار قدك واس قدك، فيير ربكم، سي اون فييرتي دافوار ايتي ان اوفيسيير دو دي ار اس، جون سوي فيير. واني قلتها لكم، وكون سي سيتي ا ريفير نزيد نعاود نكاجي ونزيد نخدم بالك اكثر من خدمت ونزيد نزرطي صافا لا ميم شوز. تفضل غيلاس. كاين مزاب داخلين في لا فامي النوميديا من العائله النوميديه ما يرضاوش يقسموا البلاد، اما المرتزقه اللي جابوهم ما نعرف منين جابهم، جابهم بومدين. لا لا غيلاس، جابهم بومدين باش يبوبلي بهم الصحراء وعطاهم الجنسيه الجزائريه، وباش يقول الصحراء يعني راهي فيها معمار وفيها كثافه سكانيه تخلي الناس سياده عليها من ناحيه التواجد المجتمعاتي. جوست نعطيهم ان انديكاتور برك، انا قلت لك اتونسيون اتونسيون اتونسيون، نيميديا ماهيش سهله، ومام الجزائر الحاليه ماهيش سهله، باسكو عندنا معلومات على بعض التحركات في الصحراء اكسترا في الجنوب ايفول مانوفري هما ثاني. سيرتو خاصة واحد الحركة كانت تاع الشمارة تاع الجنوب والله ما على باليش، نص تاعها دركا تحول إلى اتصالات مع الساحل ومع المهم دخلوا في تيك توكا. ثاني نقول لهم فات تريز اتونسيون، باسكو الأمور هذه الجزائريين والرواسة كيف كيف، ما عندناش بريز دوطاج هنايا سيتو. ملك الناس اللي لازم ينحلوهم الجنسيه، الناس اللي لازم ينحلوهم الجنسيه يروح ينحل الجنسيه الملزي، ينحل الجنسيه الهدى فرعون، ياك كاين دليل وكلش باللي تعاملت مع الدول المعاديه جابت ماتيريال تاع ملزي ملزي ملزي
جاسوس وطاح جوساسة، وأول من قال لكم باللي مرزي لازم يطيح على جوساسة وطاح جوساسة سيجبهة القوى الحية، طاح جوساسة لصالح إسرائيل وسمحوا له وخبوا عليه ونيغوسيوا به. فهدى فرعون جاسوسة رسمية للصين الشعبية، دخلت معدات، استالت لهم معدات، مدت كلش لشنوة بالتزكية نتاع صاحبها هذاك الوقت ما كانش راجلها، ناصر بوتفليقة اي كومباني. خلينا يا حبابا كلنا للجحش وجحا، وخلي الأمور هذه في وين صابها في وقتها. يو بن صالح، بن صالح اصلا هو مغربي مسكين يعني بن صالح. لا 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 بن صالح ما يحك ما يفك، نعم مسكين بن صالح. ما مروكي خلينا، واش دار بن صالح؟ واش دار؟ قعد فوق الكرسي ناض منه، واش دار؟ المهم والله غير همي بكيني ضحك، هذه هي اليوم همي يضحك ومي بكي. اي والله غير حاجه تغير مسيو الرحمن، يشوف برك الشعب يقعد ساكت بصح شوف يخرج يحرق على حوايج ما عندوش حق فيهم، يخرج على الباطل. هذاك يعرف يخرج ويحرق الدنيا بصح باش يخرج على واسمو على بصح الله غالب راك قلتها. اللي ماشي ولد بلاد، اللي الجذور تاعو ماشي مأصلة في هذه البلاد ما يغيطوش كما يقولك تستقبل البلاد ولا تزايد تقسم ولا خير، الناس ماهم شوعيين. بصح انا نقولهم واحد الحاجه، غدوه لا قدر الله حاجه ما نتمناهاش ان شاء الله وبربي، وعندي ثقه في النوميديين والماسينيسيين والسياران، عندي ثقه باللي نلحقوا كما يقول لك قبل ما تصير الكارثه نلحقوا. بصح غدوه الى ربي الله لا يقدر قسمت البلاد وتخلطت ما تفيدش ندامات، وبصبع الازرق هو اللي يخلص، هو اللي يكون اكبر ضحيه. شتا ديك تاع نهار غرق تيتانيك، الناس اللي قاعد الناس اللي قاعدين على شقاهم هربوا، شكون اللي بقى في البابور؟ جماعه لاكالت الثانيه بصبع الازرق، بصبع الازرق اللي كان فوق شاربو لا هذه هي. انا واش نقول والله غير غيلاس 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 اسبور اسبور خو تانكيا تانكيا. شوف نقول لك حاجه غيلاس، امني والناس اللي ما يمنونيش نقول لهم تبعوا الاحداث توليو تمنوني. شوفوا اللي هما بالنسبه لهم مستقبل، لينا احنا ماضي اكل عليه الدهر وشارب. كي هما يلعبوا ويخموا في حاجة احنا ديجا حطينا الاحتمالات نتاعها وعندنا باش نواجهوها. خاصنا حاجة واحدة احنا يا الشرعية الشعبية اللي تعطينا قوة على الساحة الدولية. نقول لك حاجة، نجرجروهم واحدة تجرجر واحدة تجرجر فوني ماجيني ما فابا. خلينا نضحكوا غيلاس هيا لو اقول كلمة تحك الاخرى غيلاس اون باسا دوت رابيل. اليوم نضحكوا قلت لك اليوم اون فاريير اون فاري قولي واش نقول. انا نقول كما قلت لك ان شاء الله ربي كما قلت لك يصلح الحوال.